نفت وزارة الدفاع اليوم ما جرى تداوله بشأن انتشال جسم غواصة إيرانية في جزيرة عوها، مشددة على أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت أن ما تم انتشاله هو عبارة عن بقايا أهداف بحرية تستخدم في تمارين الرماية. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش توخي الدقة في التعامل مع المعلومات المغلوطة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون. وينضم إلينا عبر الهاتف اللواء ركن بحري خالد الكندري آمر القوى البحرية. نرحب فيك لواء خالد الكندري معنا، ونحب أن نستفسر عن تفاصيل هذا الموضوع. ماذا عن الجسم الغريب الذي تم انتشاله في جزيرة عوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهلا وسهلا فيكم، وأشكركم على إتاحة الفرصة لوزارة الدفاع للتحدث في هذا الموضوع. بداية، تنفي وزارة الدفاع الأخبار التي تم تداولها بواسطة الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف بقايا غواصة إيرانية الصنع من نوع سابحات قارقة في البحر الإقليمي الكويتي بجانب جزيرة عوها، والتي تم اكتشافها بواسطة فريق الغوص الكويتي. وبعد البحث والتحري اتضح بأن هذا الهدف ما هو إلا بقايا من هدف بحري يستخدم بالتدريب عليه بالرماية الحية من قبل القوة البحرية والقوة الجوية. هذه الأهداف طبعا تكون مستخدمة للرماية، وبعد إصابتها وغرقها يتم انتشال الأهداف من تحت سطح الماء، ولكن قد تكون هناك أجزاء تحركت وابتعدت عن الموقع بفعل الانفجار والتيارات المائية والتي من الصعب العثور عليها. وأحب أن أنوه بأن القوة البحرية وبالتعاون مع الإخوان في الإدارة العامة لخفر السواحل متواجدين ومنتشرين بشكل دائم في البحر الإقليمي والمياه الاقتصادية لدولة الكويت، ونراقب ونتعرف على جميع الأهداف الموجودة في المنطقة، ومسيطرين ولله الحمد سيطرة كاملة على البحر الإقليمي. كذلك أتمنى من الأخوة المجتهدين فريق القوس الكويتي واللي يقدمون خدمات جليلة للوطن الله يعطيهم العافية، وأيضا من الغواصين الهواة أن شكهم بأي هدف بحري تحت سطح الماء إبلاغ القوة البحرية لإرسال فريق مختص من الغواصين المحترفين للتعرف والتعامل مع الأهداف المشبوهة والتي قد تحتوي في بعض الأحيان على متفجرات وتدميرها بشكل كامل. وهذا الإجراء طبعا للمحافظة على سلامة الغواصين من الأهداف المشبوهة والتي قد تكون من بقايا الاحتلال الغاشم لدولتنا. وأخيرا أتمنى على الأخوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم الاستعجال بنشر الأخبار الغير مؤكدة والتي قد تضر بمصلحة الكويت إذا لم يتم تأكيدها من قبل الجهات الرسمية في وزارة الدفاع. نعم، كان معنا عبر الهاتف اللواء ركن بحري خالد أحمد الكندري آمر القوى البحرية، شكرا جزيلا لك.